طبعا هذا اضافه للفيديو السابق. هون انا شغلت الاجهزه على النت سابورت، بامكاني اني انا اطفيهم كلهم من هون باور اوف، فبيحكي لي كلهم اول يس، فبطفي الاجهزه. هلا الشغله الثانيه اللي بدي احكيها انه لما خلص الطالب الامتحان تبعه، انا لو رحت على هون على فولدر معين، دخلنا على طبعا هذا الفولدر حتى لو مش موجود بتولد مدام عمل امتحان طالب من هذا الصف. لو دخلنا هون بيطلع لنا في طالبين عملوا امتحان، طبعا هذا الطالب انا كنت بعمل تيست وما قدم، هاي فهد هاي الامتحان اللي قدمه 14 من 20 جاب فيه، هاي المعلومات كامله، هاي الماده كمبيوتر، الجهاز اللي قدم عليه، الوقت اللي خلص منه من الامتحان اوكي. وهون في عندي نسخه من الداتابيس للاسئله اللي طلعت له وشو حل، هيها تيبل، هاي الاسئله العشوائيه 67 و30 و56 مش حكيت لكم في اري، هاي الاري هي مصفوفه فيها عدد من الخلايا بعدد الاسئله، بتولد فيها ارقام عشوائيه من 1 للرقم اللي انا حاطه، انا حاط من 1 ل 67، ممكن احكي من 30 ل 60 بدي استثني اول 3 دروس مثلا، فبصير تولد ارقام عشوائيه بهذا الشكل ويطلع هون السؤال، بقدر اكبره هيك يعني، وبعد ما يطلع السؤال هون بيطلع جواب الطالب وجوابي انا، فاذا هذول الجوابين نفسهم بيطلع هون كوريكت، اذا لا مستيك يعني هي مش نفسهم. يعني هون مثلا هذا السؤال تعتمد عملية نقل المشتريات والسلع الإلكترونية فيما إن كانت مباشرة أم لا، إنها رقمية أو لا، يعني إنه إذا كانت مادة رقمية مثلا كتاب إلكتروني بتم إرسالها بشكل مباشر، فهي رقمية أم مادية، مش جميع ما ذكر وقتها يعني. طبعا أنا بس بجيب هون السؤال اللي حله الطالب والسؤال الصح، ما بجيب الخيارات الثانية في الملف الخاص بالأسئلة اللي طلعت لهذا الطالب. الله يعطيكم العافية.